يوم الثاني على التوالي تسجل بلادنا رقما قياسيا في أعداد ضحايا كورونا بحاصلة بلغت 231 حالة وفاة جديدة رصدتها وزارة الصحة في 23 من جويليا، ليرتفع عدد الوفيات منذ اكتشاف السلالة الهندية قبل نحو الشهر إلى 4194 ضحية. كما ارتفعت من جديد نسبة التحاليل الإيجابية المؤشرة على تصاعد وتيرة العدوى إلى أكثر من 30%، حيث اكتشفت 5359 إصابة جديدة بالفيروس المستجد بعد القيام بنحو 17700 تحليل مخبري. ووسط تواصل الضغط على المستشفيات، ترتفع عدد الإصابات والوفيات في عديد الجهات، فقد رصدت ولاية مدنين خلال 24 ساعة الماضية 14 حالة وفاة جديدة في رقم قياسي جديد يقع رصده للمرة الثانية هذا الأسبوع. كما سجلت المهدية 10 وفيات و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، فيما أحصت ولاية صفاقس خلال الساعات 24 الأخيرة 8 وفيات جراء الإصابة بالفيروس. يأتي ذلك في وقت وصف فيه كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين الوضع الوبائي الحالي بالجهة بالحرج جدا، مؤكدا أنه يتم يوميا تسجيل ما بين 200 و300 إصابة بكورونا، إلى جانب تسجيل عدد مرتفع جدا للوفيات، حيث تم خلال 24 ساعة الأخيرة إحصاء 108 حالات وفاة. ووسط ارتفاع المؤشرات المتعلقة بالوضع الوبائي، تستمر جهود المنظومة الصحية لتلقيح أكبر عدد من المواطنين، كما تعمل الفرق الميدانية على تزويد المستشفيات بالأكسجين، وذلك وسط تواصل اضطراب التزود بهذه المادة واستمرار الضغط على المؤسسات الصحية.